2008 لليوم مش عارف الجمهور يصيح كل الطبقة الحاكمة فاسدة، كل الطبقة بالمنطقة الخضراء فاسدة يا شعب العراقي. قال له لو انت قال بما فيهم اني يا مشعان الجمهوري هم فاسد مثلهم، ليش انتبه الشعب؟ ما انتبه. طلعت حنان الفتلاوي قالت كلنا احنا تقاسمنا الكيكة مال العراق، وكلنا احنا تقاسمنا الكعكة مال العراق، واخذنا عمولات واخذنا كومشنات واخذنا كل شيء اخذنا. يقول شلع قلع تغيير، زين انت عندك 6 وزراء، وين كنت عن الشلع والقلع؟ وين كنت عن الشلع والقلع؟ 6 مرات يطلع من الوزارات 2010 2011 2014 2016 ما طلعت في يوم انا وياهم، لان ما عاد كنت ثقه بالشعب نهائيا. لا والله ما عاد ثقه كنت، لان طلعوا يومين ثلاثه ويسكتونهم ويقشمرون ويرحون، ماكو برلمان. تردون وزير الشعب يختار وزير، تردون رئيس وزراء الشعب يختار. عمي نقول لكم من هذا المنبر ومن الشعب اللي استفاد في 16 سنة ألف عافية عليه، وخلي ياخذهم ويروح والله وياه مليارين 3 10 20 مليار خلي ياخذ ويروح، والبعدة ما مستفاد، البعدة ما مستفاد، بعد أقول أنا بعدي ما مستفاد، ما مكون ملايين. عم من الحكومة خلي تعطي مليونين 3 مليون دولار وخلي يطلع يكون نفسه. منين جاني؟ من إيران يروح إيران، من سوريا يروح سوريا، جاني من لندن يروح لندن، وخلصونا رحمة لوالديكم. لا نتكاتل بيناتنا، إذا صارت مذبحة شيعية شيعية فما تخلصون، ما تخلصون. إذا صارت شيعية شيعية فتعرضون 80% الشعب العراقي شيعة، يعني ما تطيرون. نروح لندن نحكم، تروح للسويد نجيبك، الأمريكا نجيبك، الطهران القام يم الرضا نجيبك من الرضا نطلعك. والله العظيم والله العظيم احنا لا نريد حزب ولا نريد تيار ولا رافضين الكل، نريد التغيير الجذري من الاساس. ما نريد لا برلماني سابق ولا وزير سابق، كلها الكل تتغير، وبعد ما نعيش احرار بعد منا ونعيش احرار، ما حد ما يتحكم بينا، ما نصير ذيولا لاي واحد. رسالتي الى المخضرة موجودين، يعني الشعب قافل على تغييركم، خلي عندكم ثقافة الاستقالة وطلعوا. الدماء شاهد على الوقت على الساحة هنا مو اهم من كرسيكم، اطلعوا بكرامتكم، لان الشعب قافل، واحنا ان شاء الله كطلاب موجودين هنا بساحة التحرير ومعتصمين الى ان تتغير هاي الوجوه. صار 16 سنه جزعنا من يمكم، يعني ما شفنا منكم خير. خلا ولاكم من هذا الوطن وهاي الناس، ترى ايران وامريكا والسعوديه واسرائيل ما يفيدونكم والله. خلا ولاكم للعراق، العراق اهم شيء. نصيحه المؤمن لاخي المؤمن او المسلم لاخي المسلم هي النصيحه. عمي ننصحك، عمي تنحى، عمي تنحى كل هذا الناس انهم يرفضوك. خلصي لكم كرامه، خلصي لكم غيره، خلصي لكم حياة. أمي العالم كلها لما مدريكم، أمي أنتم فشلتم في حكمكم، فشلتم في سياستكم، فشلتم في كل شيء. شعب مل يومه يا شهداء، يومه يا سان جاي طلع بعلم، هذا علم وانت جاي انت بسلاح وتضرب مسيل مات دموع. طز بعد اضرب مسيل مات دموع، ما خايفين، اضرب اضرب سلاح ما خايفين، بس كافي ملينا. كل واحد عنده فوج خاص ايراني والعراقيين قاعدين النهار كله، عيب عليهم. ولا واحد يريده، مو هسه طلعوا هاي مستغين بواحد يحكي على واحد. وين كان هو؟ وين كان؟ خوم لاول مره يقول يابا ما دبرها، ليش ننتخبه ونحطه بيها ويرافج الحراميه؟ ما طلع من اول مره، والله العظيم ما نعوفهم وابد وللموت، والا يطلعون كلهم. تخليني احكي؟ يطلع 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 بس خلي حاجي. هسه هم الحكومه، هسه هم الحكومه، احنا العراق العراقي، العراق معروف عامة. عد احنا شنو؟ غيره شنو هنا؟ شنو هاي الاراحه شو تسويها؟ بعد شو تسوي روحك؟ وحق هو الحسين ها؟ نقدر هسه تدري شو تسوي؟ نطبلهم، بس احنا شنو؟ احنا مسالمين، بس علم، بس علم، وهاي شنو ذن؟ ذن والعباسي سربن، هاي سرب، ذن هيك، وهاي هيك، يطبب دخان، انا البارحه 3 مرات مشغول. اصعد وانزل اصعد وانزل، وابوي تدري قال لي ها هاي قدام هاي خلي يسمعنا هو هذا يشوفني، قال لي اتبرى منك اذا تروح المظاهرات، اتبرى منك قال لي اذا تروح المظاهرات. ها وانا ما عندي شيء، ما عندي شيء، يقتلوني خي يقتلوني خي يقتلوني، والعباس ضايع روحي شني احسن احسن منه ذول راحوا ها احسن. شباب شباب تسوارهم شباب يعني ورود والله ورود.
بالحسين ورود وواحد. احنا ما نروح قلت لك انا اذا يروح واحد يجي الف واحد وسلامتك.